موجود. طيب سيد انا حاضر. حاضرين الكل. انا حاضر. السيدة المندوبة جهة من صفاق سفنين سيمونيرا دمر الاستعدادات للعودة المدرسية على صفاق سفنين. مرحبا بكم. على مستوى مندوبية الجهوية صفاق سفنين احنا كنا أمننا الاستعدادات وما زلنا نأمنوا فيها من منذ نهاية السنة الدراسية 22-23 على مستوى البنايات والتجهيز نبدأهما بيدهم. احنا حاولنا أن نأمنوا فضاءاتنا، جهزنا لبعض المؤسسات اللي هي ناقصة لقاعة مسبقة الدفع صنع، أمننا هذا على مستوى السرطنية، على مستوى مدرسة فسقية تبن، على مستوى الجليلة في مدينة هنشا، وعلى مستوى الحب الشعبوي كأعدادية. بالنسبة لنا أهلا كيف ثم أقساط وثم قاعات بنيناها، لأن القاعات هذه تمثل حاجيات أكيدة جدا لبعض المؤسسات. نحكي مثلا على الحنشة، معهد الحنشة أمنا فيه جناح كامل التدريس، معهد جبليانة فاطر جانبي، معهد البرمكي اللي هو إن شاء الله عام الجاي ياخذ الاستقلالية التامة على الإعدادية ديما احنا قاعدين نبنيو فيه وأمناه. شكون عندنا آخر؟ إعدادية تنيور اللي هي كيف عندها 9 قاعات باش يحضرونا قريب جدا. بالنسبة للأسلاك التربية، أسلاك التربية تعرفوا أنه احنا حركة النقل مش تتم من بين 28 لغاية 9 سبتمبر، وإن شاء الله نأمنوا الحركة هذه ونأمنوا معناتها أسلاكنا في مؤسستنا التربوية ونأمنوا العودة المدرسية، لأنه احنا عندنا اعتقاد راسخ أنه ما نجم نأمن العودة المدرسية كان بالاستقرار على مستوى الأسلاك هذه. بالنسبة للتلميذات عندنا في مستوى الإعدادي والثانوي والابتدائي ارتفاع في عدد التلاميذ، لأنه ثم نمو ديموغرافي على مستوى مدينة صفاقس، والنمو هذا في صفاقس 2 وصفاقس 1. عندنا عدد من الفصول جديدة بالتعاون مع سلطتنا المركزية في وزارة التربية. أمننا هذا على مستوى الأهرامات، وأمننا هذا على مستوى كيف الأسلاك. إن شاء الله احنا نكونوا جاهزين 100% بالنسبة للعودة المدرسية هذه. إذا كان ثم بعض الحالات اللي هي مش تبقى، احنا ديما حاضرين مع السادة المعتمدين ومع السادة الكتاب العامين البلديات باش هما يلفتوا نظرهم، واحنا كيف يلفتوا نظرهم بالتعاون مع بعضنا نأمنوا نظافة المحيط المدرسي، نظافة المؤسسة التربوية، نأمنوا كيف أنه ما ثمش إخلالات على مستوى أمني، لأن الصورة الأمنية هي أكيد جدا صورة لها دخل كبير جدا في تأمين العودة المدرسية. وإن شاء الله ربي يوفقنا الكل على مستوى وزارة التربية، على مستوى تونس ككل دولة، والأعلام كيف يلعب دوره باش يقوم هو بتوعية الناس هذه. نحن نعرف أنه ثم برشا مخاطر على مستوى محيط المدرسة، لكن إن شاء الله هذه احنا نتصدق كل. يبقى الأشكال ديما يتكرر، مسألة الماء ومسألة النقل. معناها اليوم شنو الخطوات المتعلقة بالنقل والماء؟ احنا نقولوا شوف، نبداو بالنقل. النقل احنا عندنا وعد من وزارتنا أنه ثم حافلات على مستوى صفاق سفنين، اخذنا منها حفلة واحدة، مازال بزوز نستناو فيهم باش نأمنوا النقل على مستوى معتمدية الحنشة ومعتمدية مزر شاكر وقرقل. بالنسبة للماء ثم تدخلات متها من السلطة المركزية باش نأمنوا هذا على مستوى الجمعيات المائية أو على مستوى السونات، وكيف ثم ناس تدخل معنا باش تحفر بعض الآبار، هذا بالترخيص من وزارة الفلاحة، لأنه كي نحفروا آبار ماء صالح الشراب نأمنوا الوحدات الصحية ونأمنوا ما أسرع شرب نداتنا. مع الشكر سيدي.